مرحبا إخواني، معكم محمد أخوكم محمد بن رادي. كنت وعدتكم على حسب طلب بعض الأصدقاء وبعض المتتبعين أن أشارك معكم دقائق خفيفة أبين فيها رؤيتي ومنظاري لهاي الحياة، هاي رحلة الحياة اللي بنعيشها مع بعض. لأن كثير منكم بيتساءل شو البرسبكتيف، شو رأيي. هلا بشكل عام بالنسبة لي أنا أن الحياة الإنسان تنقسم لركنين أساسيين، أشياء ثابتة وأشياء متغيرة. هل الثابت أن بنيجي للحياة وبنطلع منها فترة معينة بنعيش. المتغير أن ممكن نزداد في سنة 1982، ممكن نزداد في سنة 704، ممكن نزداد في سنة 5200 على حسب ما شاء الله، وممكن يكون أبنا من الجنسية الفلانية أو أمنا من كذا، أو يكون جارنا أو نكون بلدنا كذا. فهاي أشياء متغيرة، أو مديرك اسمه فلان، أو هاي الأمور. إحنا كثير كثير منا بيوقف على عند الأشياء، يعني على التفاصيل المتغيرة، وبينسى الثابت منها. فبننشغل إذا ما كان جارك هذا اللي مزعجك مثلا، فرضا بين قوسين، إذا ما كان اسمه فلان كان حيكون واحد تاني، إذا ما كان مديرك هذا سيء أو بيعاملك طريقة كنت حتكون، إذا ما كنت عشت مثلا في بلدك ولا مدينتك كنت حتعيش في مكان تاني. فكثير منا بيتعلق بالمتغير وبيفقد الثابت اللي هو الحقيقي، وبينسى أن هاي الرحلة بتنتهي، يعني بانتهاء عمرنا فيها. فهاي النقطة الأولى الأساسية. فلهذا يلزمنا نذكر نفسنا بأن هاي الحقيقة الثابتة، زي ما ذكر كولين ويلسون الكاتب والفيلسوف الاسكتلندي المشهور في كتابه لا منتمي، الغير منتمي. الله سبحانه وتعالى كذلك يقول في القرآن الكريم: وكل حزب بما لديهم فرحون. هل الحزب الذين اشتركوا في خصائص معينة، في بلد معين، في فريق معين، في عرق معين، فكر معين، فهم ليس مؤمنون ومقتنعون بالانتماء تبعهم قد ما هم فرحانين فيهم. فإحنا إذا بدنا نشوف الحياة بمنظور واقعي وجيد وجدلي وفكري، بدنا نكون غير منتميين، يعني غير منتميين في تحليلنا وجدلنا للمحور اللي عم بنناقشه. هاي بما يخص التركيز على المهم وعدم التركيز على المتغير. في تفاصيل تانية احنا بنشوف بأن النهضة الأوروبية والغربية بشكل عام، الفلسفة اللي ابتدت من كانت، الفيلسوف كانت الذي قام قلب موازين الفلسفة. بينما لما نقول الفلسفة احنا بنقول أسئلة وجودية: من خلقنا؟ من جاب هذا الكون؟ إلى أين نذهب؟ هلا سيدنا إبراهيم تفلسف، سأل، هو اللي بنسميه في القرآن تدبر، لأن هنا في بعض الخلط في المصطلحات. إذا كنا نتكلم عن الفلسفة الوجودية الإغريقية، إيه فيها مغالطات وقعوا فيها علماءنا أفاضل، نسأل الله يعفو عنا وعنهم، مثلهم بن سينا، بن رجب، يعني وقعوا في مشاكل تبع بداية الكون ونهايته، ومشاكل تتعلق في تدبير الله للكون، هل بيدبروا بالتفصيل أو يدبروا بشكل عام. كمان في هذا السياق أحب أفتح قوس وذكر إخواني، كثير من التيارات أو كثير من المغررين أو اللي يبتون السم في الأفكار بيحاولوا يسموا أفكار شبابنا بت الفكر الإلحادي، رغم أن هذا الفكر لا يستند على مقومات منطقية، لأن كل المقومات، يعني الإلحاد عشان نعرفه بشكل مبسط، أنه نكران وجود الخالق أو تعطيل قدراته في تسييره أو تدبيره للكون. فالفريق اللي كان يعطل تدبير الخالق للكون مؤخرا، يعني في مؤتمر برشلونة في 2003 تم اجتماع فريق من الفيزيائيين، واللي قرروا أن الله سبحانه وتعالى يتدخل في تسيير الكون، لكن ليس بالعصا، بالتعبير بالكلمة، ينطق الكلمة ويأمر الأشياء فتمتثل الأشياء. وهذا ما أثبته الكوانتم فيزيك، فيزياء الكم اللي جابها نيكولا تسلا، أن المادة حية، المادة تشعر وتتحرك. هاي بس جزئية حبيت أعبر عليها وبين شو رأينا فيها. كنت بحكي أن الفكر الغربي قدر أنه يساعد مريديه ويساعد
المواطنين الغربيين في التقدم وفي خلق مسار فردي وجماعي قوي، بينما نحن في الدول العربية بنوقف عند الأمور الشخصية كثير. هلا في الحلقات الجاية رايح نتكلم عن تفصيل كيف ممكن يكون للفكر الإسلامي، لأن الفكر الإسلامي والفكر يعني المنطقي الفطري بغض النظر على انتمائه هو الفكر الصائب، هو الفكر اللي ممكن يخلينا نعيش حياة يعني عندها معنى. فرايح إن شاء الله الحلقة الجاية نركز ورايح نقول لكم كيف ممكن أنكم تستغلوا إمكانياتكم العضوية والفكرية أنك تطلع جودة قيمة حياة متلة تفتخر فيها ويتذكرك العالم بعد ما ترحل منه. فزي ما ذكرنا أن الفكر الغربي صار له تحول كبير عند قدوم كانت للفلسفة، لأن كان الإنسان يحاول يرد على الأسئلة الوجودية والفلسفية باستخدام عقله، لكن عمره ما سأل ما هو العقل أو أخضع العقل للدراسة. كانت كان أول من قام بهذه العملية وطلع لنا أشياء مهمة جدا، يعني مشى على غرار ديفيد هيومز الذي يصنف أقوى فيلسوف لحد الساعة في العصر. ديفيد هيومز طبعا سكوتلندي ويعني وفيلسوف كان مخضرم، يعني غادر الحياة مؤخرا، هو السبب في الثورة الصناعية اللي قامت والثورة التكنولوجية اللي قامت في أوروبا وفي الغرب بشكل عام. يعني أساسها كان تغيير الفكر. ففهم الإنسان مؤخرا كيف يعمل العقل وشرح العقل عضويا وحاول يفهم تسلسل تخزين والعمليات اللي فيه، فطلعت نتائج كثيرة. أنا رايح أذكر ما يهمك أنت بشكل خاص، أن عقلك هو عدوك، عقلك خلق ليحميك ما يخليك تطلع للمخاطر، لكن عشان تنجح لازم تطلع للمخاطر، لازم تقوم بأدوار مختلفة. العقل كمان من الخصائص السبعه مقسوم لنصفين، نصف شاعري ونصف تحليلي، وما عندهم تواصل مع بعض. ففهمك أول شيء بنحس بالمشاعر، طبعا هذا شيء تم ذكره في كتب مختلفة، من ضمنها الكتب الشهيرة تبع ديفيد هيومز، عفوا تبع روبرت جرين، الذي صراحة كمان بت بعض السموم اللي يعني عكس الفطرة في الـ في الـ في الـ في العلاقات الاجتماعية، واستخدام التحايل للسيطرة على الطرف الثاني، عكس روبرت جرين، عكس عفوا دانيال جولمان اللي حاول يفهم العقل. دانيال جولمان أصدر كتاب اسمه Emotional Intelligence 1996، بيحاول يفسر فيه كيف يمكن فهم العقل وكيف يمكن استخدامه بأحسن السبل ووضعه في خارطة الطريق مع باقي العقول تبع الناس اللي عم نحتك معهم لإنتاج حياة جيدة. الخلاصة في هذا الكلام اللي بدي أقول أن العقل is pulling us down، يعني عم بيرجعنا لورا، ما بيخلينا نتقدم كتير. إذا بدك تروح للجيم هلا وتتريد عم بيقول لك حتشيل الشنطة وحتسيارة وحتروح، لكن we have يلزمنا أن تريك لما حنصير نعرف عقلنا كيف يشتغل، يلزمنا قواعد، وهي اللي حنذكرها في الحلقة الجاية، كيف نخدع عقلنا ليقوم أعمال جيدة، وكيف إدارة الحوار الداخلي، يعني لنكون احنا راضيين. لأن أصلا كمان هاي التوبيك ما في سعادة إلا إذا سيطرت على إرادتك وقررت أنت ومشيت في الطريق اللي بدك إياه. هلا موعدنا القادم رايح يكون على العقل، كيف ممكن نفهم عقلنا وكيف ممكن نسير نفسنا لنكون ناس كما حبينا نفسنا. وإلا إذا ظلينا فقط في الأماني والتأملات حنظلنا ناس شاعريين وتقتلنا سوف، وإن شاء الله بكرة وبعد بكرة وحنظلنا في مكاننا، لكن احنا بدنا نشوف أمتنا العربية والإسلامية أحسن المراكز، فبدنا نبدأ من وين انتهوا هم. فإلى اللقاء أعزائي، وترقبونا إن شاء الله في الحلقة القادمة.